إفراط في المشروبات الغازية يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث أن المشروبات الغازية ينتج عنها حموضة الدم وزوجته، مما يضعف مناعة الجسم والتعرض للإصابة بالأمراض. 2. أمراض الكلى، حينما ترتفع نسبة ما يتم تناوله من المشروبات الغازية، تصبح احتمالات الإصابة بأمراض بمختلف أمراض الكلى الأكبر، بالأخص الحصى، حيث تتضمن نسبة عالية من حمض الفسفور، الذي يؤدي لتغيير تركيبة البول.